أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. النهاردة يا جماعة أنا جاي لكم أقول لكم لو عندك فرشة زي دي أهي، فرشة بوهية بتستخدم في البوهيات، تاكلت وتقريبا خلصت، مفضلش منها غير شوية حاجات كده، شوية شعر كده، بقول لك ما ترمهاش، دي مهمة جدا في عالم الإلكترونيات وهتنفعك جدا جدا جدا، وخصوصا لإخواتنا المبتدئين. هقول لك إزاي هتنفعك في الإلكترونيات وهتعمل بها شغل كويس جدا، ونشوف مع بعض كده. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، دي بوردة، بوردة كمبيوتر دي. اما نيجي نحب نخلع اي حاجة عادة بنستخدم زي ما احنا شايفين كده شفاط، بنشفط بيه الحاجة. على سبيل المثال مثلا عايزين نشفط مثلا حاجة زي كده اهو، بنستخدم الشفاط ده وبنشفط بيه اهو كده يا جماعة. عايزين ايه، او مثلا الملف ده عشان ملف كبير اهو، بنسيح كده القصدير اهو كده، تمام كده يا جماعة. بصوا اهو، وبنستخدم اهو كده شفطناه. بس ساعتها يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو، بيبقى فيه رايش وفي حاجات ماسكة لسه. طيب ايه حلها ايه ده يا جماعة؟ هقول لكم حلها ايه دلوقتي. حلها يا جماعة هو الفرشة دي، زي ما احنا شايفين اهو الفرشة. بص يا جماعة اهو، ونجيب الفرشة دي كده اهو، والفرشة بتقدر تشيل الحاجات الايه اهو كده يا جماعة اهو. تخلع معايا اهو، تخلع معايا بكل سهولة، وهوريكم بقى على اي سي، هنجربه كده يا جماعة على الاي سي ديك اهو كده مثلا اهو. الاي سي ديك هنجيب كده الاي سي، فين الاي سي اهي اهي يا جماعة، بصوا كده اهو، ادي اطراف الاي سي اهي، وهنعمل كده اهو، وادي التانية، وادي التالتة، وكده اربعة اهو يا جماعة، وادي، وممكن اتنين مع بعض كمان اهو، شلنا كده التالت والرابع اهو، التالت التاني والتالت ولا ايه اهو يا جماعة، نشوف دي كمان اهو، طبعا الطريقة دي يا جماعة للي ما عندوش ايه، للي ما عندوش شفاط. خلعنا اهو الاربع رجول اهو، ونعدل كده، ونجيب حاجة كده رفيعة، بسم الله. بص يا جماعة اهو، وادي خلعنا الاي سي اهو زي ما احنا شايفين باربع رجول اهو. ممكن نعملها في الاي سي الكبير، نعملها في اي قطعة احنا مش عارفين او ما عندناش شفاط. وغير كده ممكن نعمل بالشفاط ويفضل بواقي مش عايز تطلع معانا، فاحسن حاجه لخروج البواقي القصدير الموجوده هي الفرشه دي. وزي ما احنا شايفين كده يعني دقيقه جدا هتجيب كل حاجه. ارجو ان اكون وضحت الفكره، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.